حق محمد امامنا هنا الزحمه اللي شايفينها هنا هي هذا السوق العربي يسموها الجاليه العربيه لكن هو اسمه الهاكس ماركت واحد من اكبر الاسواق المفتوحه كل شيء هنا تحصله امامك المفاجاه واحنا داخلين السوق شفنا الاستاذ ايش اسمك نور تكلم عربي طبعا شويه هذا من حزب دينك احد الاحزاب المسلمه الموجوده في هولندا على خلفيه مسلمه ويمثل المسلمين في البرلمان الهولندي وقاعدين يوعوا الناس بان يصوتوا لهم في الانتخابات القادمه وهذا الاستاذ اللي تشوفه بالصوره والاستاذ نور هو موجود هنا امامي احد قيادات الحزب have the elections coming up on the 14th 15th and 16th of March it's for the city council so the municipality of the Hague and we're now informing people that we are joining the elections and supporting people that are actually in need of the right representation in the municipality. I'm not born here, I came here from 1993. I used to live in Sana'a before as well. In Sana'a? Also, yes. Your ummak wala abuk yamani? Your father? Ummi min Yemen. MashaAllah, min where min al Yemen? Oh, you have to, I don't know. دخلنا وسط السوق يا جماعة شوفوا الزحمة كأننا هنا في سوق المركزي تبع صنعاء ولا تبع إيب ولا تبع أي مدينة يمنية قاعدين مبسطين والحلاوة اللي فيه اللي يبسط هنا مغربي اللي يبيع في هذا المكان شوفوا اليوسفي ما شاء الله المندلينا لكر مندرينا لذيذة يوسفي والبسطة هذا هنا هولندي مقابله بالأمام شوية بتحصل واحد تركي بتحصل واحد سورينامي بتحصل واحد هندي كلهم قاعدين يطلبوا الله ويبيعوا هنا وكل واحد يشوف بعد رزقه والمكان كبير جدا ازيد من كيلو فيه الخضروات الملابس السمك كل شيء موجود هنا شوفوا الفواكه ما شاء الله بني اخذ يوسفي من عند هذه الحقه شكله اليوسفي حقها مره تمام تاشي اخراق يعني اديلي كيس ثانك يو الآن بنعبي يا جماعة شوفوا الكيلو صور هنا الكيلو بيورو ونص يعني يعتبر نوعا ما هذا المكان أرخص من السوق العادية والمحلات العادية يا ديز 2 يورو ثانك يو فين هذا جاي تتسوقوا هنا والله جاي نتسوق من وين الشباب والله من اليمن من اليمن من وين انتعز انتعز والله والنعم والاخ كمان ايش اسمك اسامه سامة؟ أنس شوف بالصدفة شفناهم متساكنين هنا في هذه المدينة؟ دنهاخ ما شاء الله وكيف السوق هنا؟ كيف الأسعار؟ كيف التسوق؟ جميل يعني السوق جميل وأسعار مناسبة للكل صحيح نفس الشيء والله فرصة سعيدة ما في أي تنسيق يا جماعة شوفوا اليمنيين من كثر ما خلاص مسيطرين على المدينة نشوفهم بأي مكان صار نستولي على هولندا ما شاء الله تشرفنا شوفوا يا جماعة ما حصلنا وأنا طالع من السوق الأخ علي الخليدي أنا أعرفه صديقي في هولندا من سنتين أعتقد أو كذا إيش الصدفة هذه؟ الله يسلمك كيف حالك؟ شو قاعد تسوي عندنا؟ والله مشوار هنا للسوق العربي جاي من المدينة الثانية للسوق للسوق العربي سوق العرب أنا الاسم هذا حطوه العرب ولا هو اسمه هاكس ماركت يعني شايف تسوقت؟ والله نتسوق أيام شيلنا أغراض الشنطة مليان؟ الحمد لله إيش معك في الشنطة؟ أي حلاوة شنديلة إيش؟ حلاوة حلاوة يا جماعة طبعا هو من تعز علي ويصلح حلاوة يا سلام لا والله كذا حراجات شوفوا يا جماعة شوفوا الكاميرا الحلاوة الهريسة